الناس راحوا لعالم الفضائيات وعالم التكنولوجيا وتطوروا، وانت ترجع للوراء، فانت بدوي متخلف طبعا. قلت والله هذه ما دام بدوي متخلف هذه شجاعه وهذا شرف يعني صراحه. نعم. اقول انا بدوي ومولع بشبه النار، اللي حلقوا جنبي شيوخ الرجال مختارهم قدوه من اخيار الاخيار، ولا فيهم اللي جاب هرج نهزالي، هروجهم طيب وتجاريب واشعار، ومجربين كل مر وحالي، وافرح اليمين شفت لي زول خطار، والنار مشبوبه ونجر يلالي، والبن في المحماس يقلبه بيطار، ويحركه ما بين جبر وصالي، وهل الحبش مع زعفران ومسمار، يفوح ريحه بين صفر الدلالي، هذا تراث اجدادنا نسل الاحرار، وبيت الشعر مبني وشداد وزوالي، وصوت الرحى والبر صوته اليندار، والقربه مدبوغه وماها زلالي، بداوه الاجداد وفي الاشبار، والحمل ينقل في ظهور الجمالي، وانا بدوي وملع بمشي الاقفار، وارعى الابل في روض ممطر وخالي، وقدر الطيب وحافظ على الجار، وزلت رفيقي نقطة في شمالي، وان جيت في المجلس فلاني بثرثار، ولا استمع في هرج قيل وقالي، بويا معودني على خير الاذكار، ولا اقول انا كامل لله الكمالي، واختامها صلوا على خير الابرار شفيع على يوم الحشر والسؤال. سلام الله. بصراحة رديت عليه رد انه بس انا عندي تعقيب على ابو متى. تفضل. بالنسبة دائما اللي ما له ماضي ما له حاضر. الثقافات لو رجعنا إلى الوراء شاهدنا مثلا ثقافات الشعوب دائما تلقاها امتدادا لثقافات سابقة، فهذا يعني أعتقد أنها هو الجاهل، يعني هو اللي أنا أعتبره رجعي، لأنه يجهل أنه الثقافة هي امتداد لما قبلها. لكن بعضهم يعني يسويها من باب التعليق أو المزح، وفي يعني بعضهم ياخذها مثلا من عن طريق تعليق او مزح او كذا، فيسمعه واحد اما صغير سن ولا شيء مثلا، فترسخ في مخه ان هذا غلط او ان هذا متخلف، او هو بالعكس ما هو متخلف، هذه الاصاله اللي عاش عليها ابانا واجدادنا. وحقيقه يعني ما دام تطرقنا الموضوع ذا، يعني الجنادريه صراحه كرنفال عظيم، يعني صراحه فيها أشياء عندما تزورها تطلع على أشياء غريبة، أشياء يعني تكتشف الوقت اللي كانوا عاش فيه الأباء والأجداد، ومن ضمنها يعني تطرق مثلا بيوت الشعر والأشياء، يعني فيها أشياء غريبة، وحفر الأبار من أول، والرص اللي يسمونها الرص، وأشياء أنا استفدت من الجنادرية يعني زرتها واستفدت منها أشياء ما كنت أعرفها. يعني ممكن أنت الحين لو تسأل أي واحد عن معلومة ما اعرفها، بس عندما تطلع تزور موقع وتلقى فيه حاجه ملفته للنظر وتعرف عليها، والحاجه الملفته للنظر هذه ما هي غريبه، هذه كان عليها الاباء والاجداد. وهذا وانا ازيد تعقيب، انا اذكر لنا جار وصل عمره 95 سنه، اولدها اخذها راح للجنادريه، فيمشي ابوه بالعربيه، كان يدف ابوه بالعربيه، والشايب هذا 95 سنه عمره، مروا عند السواني، شافه الابو السواني تشوف كيف طلع الماء وزي كذا، يقول والله يا ابوي قاعد يبكي، قال ايه ولدي من اول كنا نشقى ونتعب، والحين افتح الماء ويجيك، والحين شوف، يعني كان ذكر ايام الماضي، يعني كيف شقاء الاباء وتعب الاباء، كيف يطلعون الماء من الارض. وبس ان مثل ما ذكرت ان لا زال هذا التراث نذكر فيه ابنائنا، يعني يعني هذا تراثنا وتراث ابائنا واجدادنا، اللي هي الجزيره العربيه طلعت على هذا التراث، تستلهم منه الحاضر. نعم نعم. اخوي تركي مالك بالشعر؟ والله للأسف إن شعرنا في البرنامج عبد الله، يعني فأي قصائد عبد الله عليك اليوم عبد الله ما سمعني إيه، لكن بس عندي تعقيب على موضوع التراث وال يعني أنت عارف ولله الحمد يعني قيادتنا حريصة على موروثنا الشعبي، يمكن يكفينا المهرجان الأول ومهرجان الجنادرية ويحضرها الرجل الأول في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين، والأقسام اللي يمكن حتى يمكن الجيل الحالي يمكن يجهل الماضي، ولكن الجنادرية يعني تعيد نعم تصور الماضي بأقسامها، وأيضا يعني حتى كنت لاحظ في الجنادرية كان فيه دمج بين الموروث الشعبي وأيضا ثقافتنا الحالية بمشاركة وزارة التربية والتعليم وغيرها، يعني يمكن برضو بمبارك لهم قسم مشاركين في وزارة التربية والتعليم، فالحمد لله يعني إن في هذا البلد
ما أقولها مجاملة ولكن محسودين على هذه القيادة اللي حريصة جدا على أن المواطن السعودي يعني ما ينسى تراثه والأمور اللي يمكن عاشوا عليها الآباء والأجداد وأيضا يمكن الثقافة الحالية، ففي دمج بين التطور الحالي أن برضو يعني لابد أن نكون يعني عارفين التطور والتكنولوجيا والأمور اللي وصلت إليها الدول المتقدمة، يعني الحمد لله يمكن في من ضمن الدول اللي استفدنا من التقنية هذه، ولكن أيضا يعني يمكن في كلمة للشيخ زايد رحمة الله عليه يقول لي ما له ماضي ما له حاضر يعني. نعم. فالحمد لله يعني هذا تراثنا ونفتخر فيه. نعم. ولو لاحظت أن الكلمات موزونة، اللي ما له ماضي ما له حاضر، ما له حاضر. كلمات أكيد. موزونة. طيب أخوي علي نرجع لك مرة ثانية وتحملنا الليلة. طيب وش بتسمعنا؟ أقول فيها نحمد الله جت على من تمنى، من ولي العرش جزل الوهايب، خبر اللي طامع في وطننا، دونها الاثنين ليج الطلايب، ناصرين الدين من يوم كنا، فالمهد والحين ذا الراس شايب. يا وطننا وش تبي يا وطننا، يا وطننا وش تبي يا وطننا، امرك اللي تامره صار واجب، لو حكى ذاك الزمان لزمنا. وهذا تعقيبا على كلام الاخوان على التراث، انه حتى الشعر يتضمن التراث، ما في شيء يخفى على التراث. اقول لو حكى ذاك الزمان لزمنا، رحلة الاسلام فيها عجايب، كل شيء في تطور وحنا بالتطور ما شكينا الصعايب، تحت راية سيدي من تونا، في رخا الايام ولا الصعايب، في رخا الايام ولا النوايب، كل منا في مكانه تمنى، لو تكون الروح رمح الحرايب، كان قدمنا لك الروح منا، لو ثمن روح الرجل للنصايب، يا مليك الخير يا مليك الخير لا لا تونا، يا مليك الخير لا لا تونا، من تعدى شبر يلقى العقايب. وسلامتك. صح لسانك ما شاء الله تبارك. طيب تشيلونها؟ والله عندنا شيله ثانيه بقدمها لكم اسماعيل ان شاء الله. طيب نبي نسمع ان شاء الله. حب الوطن اخلاص يا بلا حشايا، ولا بدون في الامم غير محسوب، موجود بدمي واغلى منايا، سامي وهو للنفس غالي ومرغوب. لك يا وطن في سما المجد رايا، واسمك عليها بحر فالعز مكتوب، شامخ وحنا لك امان وحمايا، لك عهد منا نوفي بكل مطلوب. او كلمة تنقال في ادب اسلوب، حب الوطن اخلاص مبدا وغايا، تبصر حب الوطن اخلاص يا ملا حشايا، وانا بدون في الامم غير محسوب، موجود بدمي واغلى منايا، سامي وهو للنفس غالي. نفس الوطن ما مجرد حكاية او كلمة تنقل في هذا الاسلوب، حب الوطن اخلاص مبدا وغاية، تبصر نبي نرجع لعميد الشعراء أبو سعد. أنا مقال فيه من هو إن شاء الله. الله يخليك. يبدو عندك شيء عن الربيع والله. ولا ترى عنده عن الغزل بس نبي إنه. إيه. والله. قلب خبر. لا نبي حقة البارح اللي بالجوال. والله. فينك الحين؟ لا أنا نبي سمعنا الحين من اللي عندك. طيب بما أن في جائزة الربيع. كنا قبل أول دخول الإنترنت للمملكة العربية السعودية
كنا طبعا ندخل في بعض المنتديات وكان في شخص كتب له قصيدة قافيتها نوع ما صعبة على قافية أط وآط، كان يقول هات القلم ودي بكتب وشخمط، إلى أن قال لو أني ما أحب التشخماط. فعجبتني القافية وفعلا كنت أنا أقلب الانترنت أبحث عن موضوع فعجبتني القصيدة، فأخذت البيت هذا وعارضته فأقول قال الشمالي والفكر كان مشتط، كناية عن أني كنت مشغول فعلا، قال الشمالي والفكر كان مشتط سبع وثمان بيوت غاط على غاط حي الجواب وحي من سجل الخط لهيب لا لوحة ولا خط خطاط، أنا أقصد أثني على قصيدة الشاعر، حي الجواب وحي من سجل الخط لهيب لا لوحة ولا خط خطاط، كنا ملحي للمعاني بمشرط محتاط في بدع المعاني للأغلاط، ساعة قريت القاف فكري تلخبط، ساعة قريت القاف فكري تلخبط، وكنا ملامس ثوم تلقلب مقراط وبحرت في قاف عجيب مضبط وخذت في بحر المعاني الأشواط، ومن بعد ذا فكري على ما طرى حط متذكر وقت مضى العام في شباط يوم الزبيدي حول حسنا يلقط وانا وربعي فلت حجاج وصمات، حسنا حسنا السبوق في الصمان، يوم الزبيدي حول حسنا يلقط وانا وربعي فلت حجاج وصمات، يفداهم اللي في ذرى دار هرقط اللي لها لينزعلت صار مرماط، ربع على كسب المعالي تملحط أرداهم اللي من الفجر للتشلواط، ربع على كسب المعالي تملحط أرداهم اللي من الفجر للتشلواط، يشب ناره فاز عنوي تمقط ويقال بالجمر انتواقد بملقاط، يفداه والدلاش نشل الجحلط اللي علومه كلها خاط خرباط خدشن اليا من الذنة التالية